التسجيل. فياريال لعب مباراة دفاعية ممتازة، يحصل على ما يريد، أكثر مما يريد، ليس فقط تعادل، قادر على أن يتقدم في النتيجة. فياريال، برونو سوريانو، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، فعلها برونو. ضربة جميلة من علامة الجزاء، وضربة قوية في جسد ريال مدريد. فياريال يفعلها في أفضل توقيت لأسكريبا اللي لم يكن ربما نفسه ينتظر هذا السيناريو، يأمل في أن يحصل على مفاجأة جاءت له في أفضل توقيت ممكن أن يسجل قبل نهاية شوط المباراة الأول اللي دفعوا فيه بشكل جيد. قبل هذه اللقطة استعراض مهارة من جانب فران، طبعا راموس هو الآخر، اعترض الكرة بيده وحصل على بطاقة صفراء، وبعد ذلك صدمت في رويز، الحكم لم يحتسب شيء في اللقطة الماضية. راموس العالية، رجل العاشرة يعيد مدريد إلى المباراة.